الموت يأتي فجأة وليس له عمر، فيا عبد الله استعد ومن اليوم وابدأ من اليوم تدريبا. وأوصيك بهذا البرنامج أيها المبارك، من اليوم عاهد نفسك ألا تترك صلاة فرضا، ألا تترك تكبيرة إحرامها. درب نفسك أيها المبارك، الذي بقي على رمضان قريبا من 50 يوما أو 50 ليلة، درب نفسك في هذه 50. القرار الأول: لا تفوتني تكبيرة الإحرام، وأتوضأ لكل صلاة، وأقرأ كل يوم جزءا واحدا. والجزء 20 وجه. يا عبد الله، والله لو قيل لنا أن حرف القرآن بريال لختمناه في كل يوم مرة. وكيف وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم، 30 حسنة. من اليوم 30، اقرأ جزءا، ثم ابدأ بعد ذلك بعد مضي أيام تصاعد، اقرأ جزءا ونصف، حتى تستطيع أن تختم هذا القرآن العظيم في 20 المتبقية من رجب. اختمه أيها المبارك مرة أو مرتين، ضاعف في حسناتك. الأمر الثاني: تدرب على الصدقة، اجعل لك في كل يوم صدقة، نعم ولو كرتون من هذا الماء وقيمته 10 ريالات. تدرب أيها المبارك، فإن من تدرب على الإنفاق ألفه وتلذذ به. وبعضنا ما تلذذ به لأنه يرى أن الإنفاق غرامة، غرم، وهو والله غن. الوصية الثالثة: أوتر بعد صلاة العشاء تدريبا. إذا صليت العشاء وصليت راتبتها، أوتر بركعة أو بثلاث، ثم بعد ذلك رحل هذه الصلاة إلى قبل النوم وزد، ثم إذا تلذذت بها اجعلها في الثلث الأخير من الليل، واجعل الساعة بدل ما تستيقظ على أذان الفجر قبله بثلث ساعة، توضأ ثم صلي 3 5 وترا، ثم استغفر الله قبل أذان الفجر وازدد في ذلك. ستصل بإذن الله إلى منتصف شعبان وأنت بإذن الله قد ألفت الطاعة. والرسالة الأخيرة: بادر بإخراج الغرماء من قلبك، واتصل بعد الآن بعد خروجك بمن بينك وبينه شحناء، وقل: عفى الله عنك وعفى الله عني. ولا تفتح ملفات السنين الماضيات، فبعضها أيها الأحباب يزكم الأنوف، وبعضها أيها الأحباب سجل كتبه الشيطان. عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت، حتى تجد لذة للطاعة. وأكبر سبب أخرج اللذة من قلوبنا أن القلوب ليست سليمة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين.